تشهد عروس الساحل الشرقي يوما بعد يوم لمسات تطويرية وسياحية، منها حافلة جولة سياحية في الشارقة التي بدأت عملها في خرفكان. لمياء المازمي استقلت الحافلة وأعدت التقرير التالي. كريمة باستقبالها، ساحرة بطبيعتها، عريقة بتراثها. إنها خورفكان المتجددة يوما بعد يوم. مشاهدة عروس الساحل الشرقي خورفكان بشكل لم تره من قبل، تجربة تقدمها حافلة جولة سياحية في الشارقة. فمن داخل حافلة الجولات السياحية في الشارقة ذات الطابقين يمكنك أن تكتشف معالم المدينة وتتجول في مواقعها السياحية عبر جولة تنطلق من شاطئ خورفكان النابض بالحياة. مدرج خورفكان، التحفة المعمارية القابعة في قلب جبل السيدة، كان أولى محطاتنا التي كشفت لنا جمال هذا الصرح الفني المصمم على الطراز الروماني الممزوج بالعمارة الإسلامية الغنية بعناصرها. وعلى بعد أمتار قليلة ترصد الأعين سريعاً قوس قزح يزهو بألوانه على مياه شلال خورفكان، أحد المشاريع السياحية المدشنة مؤخراً. لننطلق من جديد على متن الحافلة المكشوفة في رحلة تبرز جمال جبال المنطقة الشرقية وعراقة ابن الشارقة المعتلي قمم الجبال، ونتحدث عن قلعة نجد المكسار، والتي ما إن أمعنا النظر فيها حتى وصلنا لاستراحة سد الرفيصة ذات الطبيعة الغناء الجاذبة للزوار طوال العام، تارة للترفيه وتارة أخرى للتأمل في كنف هذا الجمال الآسر للألباب. بأيادي الأطفال التي تلوح بالوداع نغادر سد الرفيصة لنتنفس دخون مبخرة ميدان خورفكان، ونتمتع بمشاهد نصب المقاومة الشاهد على بسالة أبناء المنطقة وغيره من الشواهد التاريخية. لنعود من جديد حيث بدأنا إلى شاطئ خورفكان. من شاطئ خورفكان نصل لنهاية جولتنا على متن حافلة جولة سياحية في الشارقة، وهي جولة تستحق التجربة. وبعد هذه الرحلة وعودتك للشاطئ، لا تنسى التمتع بوجبة عشاء أو كوب قهوة في أحضان كورنيش خورفكان.